أردى أبعث لدائرة الخدمات ووزارة التخطيط والإسكان اللي دائما ما أكلوا راسنا بموضوع مجسر هاي شو يسموه الفنون الجميلة، لا المجسر مال الوزيرية، وهسه عندنا مترو بغداد أيضا على الطريق إن شاء الله، لكن العزيزية وجسر برنج تغلب على مجسر في بغداد، مجسر الوزيرية فاض النهر، جسر برنج انهار، فطلعت مجلس محافظة العزيزية أو الكوت أنه يسوون جسر بديل بعد انهيار الجسر الأول، ونشاهد الجسر البديل اللي خلوه. جنابك تفضلت وقلت للصبح راح نبقى حتى نسوي طريق للتكتك وللستوته، يعني هسه من الصبح لي هسه على مود ثلاث قطع ذنع وزن ظلني، هسه هذا ممكن طريق للطالبه تقدر تعبر، ستوته تقدر تعبر، تكتك واحد عنده نسواق عنده زايده عنده ناقصه، هسه هاي خلوها شيل. استاذ كاظم مش الصبح وهو المهندس. استاذ سعدون ابو علي استاذ حيدر رحت له نص لو نصب العدد هنا مكثف كان تم هذا الامر، اولا العدد قليل واقف وياهم، ثانيا القياسات لا وانت موجود انت موجود ساد انا اقول انت موجود، ثانيا المسافات اللي بليت مو كافيه، ثالثا شان الدوله اليوم ما موجود هاي منطقه مكفومه ما يصير هيك، المحافظ نفسه المفروض يجي يوقف لانه مو فاتح لي تبليط مدري وين وكذا وكذا شوف يجي يوقف هاي المنطقه، احنا بنفوت مره بالناجي انصد على صفحه لا تطيح مناسب هذا الامر، هسه احنا راح ما نخاطبه هو بعد لا نخاطب مجلس محافظه راح نخاطب السوداني نفسه ما يصير، وهذا الحكي من ضيم عمي كل شاب هسه يحكي سال حيدر مراه. هذا حال أحد المجسرات في منطقة العزيزية، وهذا الفيديو إذا تعرضه على أي واحد من الزبابيق يقول له هذا عامل إنجازات اختتمتوه بهذا الشيء، المنات اللي حاطيها اللي العالم تشكي لأنه ما موجودة، ما تقدر تعبر ستوتة من مكان إلى مكان، يقول للطالبة تعبر بالله طلاب يعبرون لأنه شيء المان، بس الستوتة ما تقدر تعبر، خاف واحد عنده مريض أو جايب عائلة، يعني هي عارفة سألت لي راد لها لعبة ما السيرك لعبة ما الجمناستيك يلا تعبر، لأنه مو ماكو طالبة تجي تمشي هنا بجنطتها وراجع بنية طفلة صغيرة تروح، فتقولهم هذا المجسر أو هاي الشيلمانات محطوطة بهاي المنطقة اللي بيها عوائل، يطلع لك واحد من الزبابيق راح يقول لك راسا يروح باوع، راح شوف بسوريا شلون عايشين، ليش ما تباع شوية منها حول الستلات ماتك باوع منها على الكويت على السعودية على البحرين على الإمارات، مثل ما دزيتوا لكم واحد بالمطر يصور بالشارجة، هاي دبي غرقانة هم غرقت، انتوا ليش دائما يعني تقارنون فشلكم بفشل الآخرين، المفروض يعني احنا الآن وضعنا يختلف، يعني دولة احنا دولة بالثمانينات عندنا باصات طابقين وعندنا سلالم كهربائية اللي ما كانت اي دولة عربية شايفتها بالعالم، هسه نمشي على شيلمان، فانتم بحقيقه رجعتوا البلد قرن لي ورا، بالضبط قرن لي ورا.